سلطان شاعر يقول لي: منو المسرح اللي انت تشوفينه ناجح بالفترة الحالية؟ مسرح حسن البلام. وفي أمل، بارقة أمل في مسرح اللي يقدمه محمد الحملي. أنا أحترم هالمسرحين، لأن أول شيء حسن البلام فاتح مجال حق كل الفنانين اللي معاه يكونون أبطال، والعمل ليس بطولة حسن البلام فقط. ترى على فكرة أغلب الناس اللي طلعوا مع طارق كلهم تركوا وراحوا مع حسن البلام، لأن ماديا حسن البلام يعطيهم أكثر، وأدبيا يعطيهم حقهم. وفاء تقول لي: تقول ما يشرح.